يعني انا ولد صغير، مش ولد يعني مش زلمة، انا صغير اطلع اشيل لي كيس طحين 25 كيلو بس عشان اعمل من الساعة 5 الصبح، اجي ادن العشاء وبعد بس عشان 10 شيكل. حرام اللي بيصير فينا. انتوا وين؟ انتوا وين؟ بس ساعدونا، احنا نفسي اجيب حياتي، انا مش قادرة على حياتي. يعني انا بطلع الساعة 5 الصبح بقدرش اجيب اميتي، نفسي اعيش انا، بطالب يعيشوني. يعني انا مش قادر، انا مش قادر استحمل اخواتي وامي واخواتي بالتفريق، انا مش قادر اعيش. نفسي قديش اعيش انا؟ يعني انا 25 كيلو اشيل وانا لك بس عشان 10 شيكل؟ حرام عليهم. يعني احنا مطلوبين، اذا بروح للدكتور بقول له ايش فيني، بقول لي بقدرش انا نازع زيك واقعد اصيح عشي فاضي. نفسي انا اعيش. يعني انا بالليل بحلم بصير اقول هي الاوجة. يعني انا مش قادر استحمل حالي. العشرة شيكل ايش بدها تسوي؟ يعني بدها تجيب لي طبخة؟ والله العشرة شيكل ما بتجيب كيلو سكر يعني. انا مش قادر اطعميهم، انا مش قادر. انا حياتي كلها طارت. يعني انا اروح اشتغل وانا هناك واشيل حمل وصل.